وللحديث أيضا ينضم إلينا على الهواء مباشرة من ولاية شيكاغو الأمريكية الأستاذ نمرود سليمان الكاتب والمحلل السياسي. سيد نمرود، بعد التحية، كيف تتابع عملية التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأكثر حدة وتوترا منذ عقود، كيف تتابعها حتى الآن؟ أولا تحية لكم ولجمهوركم. سيدي الكريم، دعنا نقول التالي: لأول مرة تحدث هكذا انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن وصفها على الشكل التالي: هي انتخابات الطرفان، أقصد الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، متخندقان بشكل عام. الطرفان أيضا، سواء كان ترامب ولا هاريس، ينشران ثقافة الخوف. مثلا ترامب يقول: إذا لم أنجح فإن المهاجرين سيدمرون أمريكا، ولا أحد يستطيع أن ينقذ أمريكا من خلال اقتصاد إلا أنا، وأنا إذا نجحت ستكون أمريكا دولة عظيمة. هون يعني هذه الثقافة كي يخاف منها الشعب، كي يخاف منها الناس. وكمالا هارس تقول أيضا: الديمقراطية الأمريكية مهددة إذا نجح ترامب، ولا يوجد أحد غيري أن يحافظ على الديمقراطية. الشعب الأمريكي وتاريخ بناء أمريكا متوقف على الديمقراطية. يعني إذا انتهت الديمقراطية في أمريكا ينتهي كل شيء. لذلك إذا تبحث في النخب الأمريكية وبالمطابخ السياسية تقريبا الشبه سرية، الكل يقارن أيهما تعطيه الأولوية الأولى، الاقتصاد أم الديمقراطية. يقولون الديمقراطية هي بيت الرحم لكل شيء، يعني تقدر أن تحصل على الاقتصاد من خلال الديمقراطية، ولكن لا تستطيع أن تحصل على الديمقراطية من خلال الاقتصاد. الصراع يدور هنا، ولا يوجد قاسم مشترك بين الطرفين. يعني ما حدا منهم عم يحكي على الوحدة الأفقية للشعب الأمريكي. الاثنان يتحدثون بشكل شاقولي. لذلك الأغلبية، وعادة أنا أتحدث باسم عن النخب وليس باسم النخب، النخب هكذا يقولون أن هذه الانتخابات هي صراع ما بين السيء وما بين الأسوأ. وهلأ أنتم أكيد سمعتوا المؤتمر الصحفي لترامب اللي خلص منه، يعني تقريبا هو شبه أعلن عن انتصار. وسابقا أعلن كمان صبيحة هذا اليوم عند بدء الانتخابات، يعني عم يقول في هذا التصريح أنه نحن إذا لم تعلن النتائج هذا اليوم فيعني هناك تزوير. ويقول أيضا في هذا المؤتمر الصحفي: نحن المنتصرون، هكذا تأتي الأخبار، ونحن الآن نحضر، أنا من هنا سأذهب إلى قاعة المؤتمرات ولم أجهز إلى الآن خطاب النصر. كل هل هذا هذا مؤشر سيد نمرود لربما موجة من الأحداث السيئة التي ربما تلحق بنتائج هذه الانتخابات كما يخاف الكثيرون؟ الكل يخاف، ولكن دعني أيضا أقول التالي. تفضل. لأن نحن إذا قارنا بين هذه المرحلة ومرحلة 2020، يعني عندما كان ترامب رئيسا وعلن الهجوم على الكابيتال ولم يدع الشرطة، هذا شيء. ولكن الآن الموجود في البيت الأبيض هم الديمقراطيين، هو بايدن. الحكومة الأمريكية وخاصة وزارة الداخلية أخذت الاستعدادات الكاملة لأقوى أنواع العنف. يعني حتى البيت الأبيض سيج بالحديد وليس بالسياج العادي. أيضا الكونغرس، أيضا بيت كاملة، وهكذا في بقية الولايات وخاصة المتأرجحة. ودعمت الشرطة بقوات حفظ النظام من الجوع. يعني الاستعداد كامل وشامل. وإذا سمعت هلا اليوم في بعض المناطق صارت مشاغبات مباشرة، أجدت الشرطة وتدخلت وكذا. إذا هذه الفوضى ستنشأ، ولكن إلى درجة يصير هجوم على أي مبنى؟ لا. لماذا؟ لأن الحاكم هم الديمقراطيين والانتخابات يقودها الديمقراطيين، ليس مثل ما كان ب 2020. سقط ترامب وبدأ الهجوم على الكابيتال، وكان هو يقود أمريكا. لذلك الآن وضع مختلف. ولكن الذي سيحدث، وهكذا الغالبية تتفق، هناك بعض الولايات
ربما تتأخر في الإعلان عن النتائج، ولكن تقول الأخبار أن ميشيغان ستعلن النتائج بعد إغلاق، يعني بالتاسع، يعني ستنتهي الانتخابات عندهم في السابعة، في التاسعة حد أقصى سيعلنون عن النتائج. وإذا أعلنوا هم عن النتائج، كل هذا الشريط الأزرق بده يعلن عن النتائج، وهذه النتائج ستكون حاسمة. يعني إذا على سبيل المثال إذا صدقت هذه الأخبار وأعلنت ميشيغان عن النتائج، يعني مثلا إذا قالت، لنفرض أنه نجح ترامب، إجباري بويسكانسا بده ينجح، إجباري ببنسلفانيا بده ينجح، إذا هنا سيكون الهدوء. ولكن إذا حدث العكس هنا تكمن الخطورة. ولكن الشرطة في هذه الولايات لا تخاف، نحن حضرنا لكل شيء وكل شيء سيجري بشكل كامل. إذا هذه الانتخابات كما قلت لك فريدة من نوعها، هذه الانتخابات الشعب الأمريكي ينتظرها، ولكن وهذا من حسن حظ الشعب الأمريكي، المؤسسات الأمريكية، يعني أمريكا تحكمها المؤسسات. نعم البعض يقول الدولة العميقة، الدولة العميقة غير موجودة، ولكن المؤسسات موجودة وثابتة وتتحرك وهي واضحة وضوح الشمس. إذا يعني كيف ستكون هذه الانتخابات بعد، يعني في المساء بالتوقيت الأمريكي، يعني هلأ أنا إذا قلت من هلأ لشيء من ساعات ستظهر الأمور، ومن خلال بعض الإشارات نحن نعلم أن الأمور ستسير بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. نعم ولكن مهما هدفت الفوضى لن تصل إلى درجة ما وصلت إليه في عام 2020. نعم أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا على هذا الطرح الأستاذ نمرود سليمان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.